اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. Where are your other colleagues؟ في عندكم امتحانات ايش اليوم؟ بعض الوقت؟ اتوقع في امتحانات كثير في اليوم دكتور. اوكي، عشان هيك ما حدش حدش حاضر الا both of you two. اوكي. Anyways, let's get started today's lesson. hoping that other colleagues will start joining in once we start. Okay. هلا آخر إشي حكينا عنه المرة الماضية اللي هو the traps. Okay. كملنا فكرة عن the traps. الحكي عن the traps. Okay. وقفنا عند the message format لل SNMP. Okay, protocol. Okay, before getting into the message format, do you have any questions? Let me ask if you got questions على the traps. إذا طبقتوا إشي بإيدكم، إذا طلع عندكم إشي interesting، إشي strange. Okay, أو مش شرط إذا طبقتوا، إذا إشي شرحنا حاسين إنه still you are you did not get it through. Okay, if you got questions. Okay, otherwise. Start. نحكي عن the message format. هلا حكينا في عندنا SNMP version 1 و SNMP version 3 و SNMP version 2. والتو حكينا اللي احنا هلا شغالين عليها اتليست الشيء اللي منطبق 2C. كايزو مره حكيت لكم في A و B. It is not A B. I thought انه C هي جاي من A و B. No, هلا هم version 2U من user. اوكي، جست انه فكره كيف الاوثنتيكيشن بصير بين الايجنت والمانجر. وفي version 2 P اللي هي parity. Okay, I did not read about this. But C اللي هي community اللي فيها community string. C جاية من فكرة community string اللي احنا بنحكي عنها، حكينا عنها ونستخدمها كنا دائما. Okay. هلأ المسج formats بيختلفوا between all of these. Okay. عشان هيك احنا هون we'll study الاشي اللي so far مضيناها نحكي عنه ونطبق فيه. فليتس جست فوكس على شيء زي هيك. هلا بين فيرجن 1 وفيرجن 2 سي مش الاختلاف الكثير. اوكي، بين الفيرجن 2 والفيرجن 3 برضه 2 سي وفيرجن 3 في اختلاف اجين بالانكربشن. اوكي، بس اصلا هون هلا رح نيجي نحكي عن المسج وعن البي دي يو. فرق بين المسج SNMP message وال SNMP PDU. okay, protocol data unit. okay, هلا ال SN this is بتكون part من this. okay, هلا هذول ال SNMP PDU تقريبا متشابهه بين كل البروتوكولز. okay, الاختلاف just the message. okay, اللي هم الهيدرز. اوكي، فاحنا هون وي ستدي SNMP version 2C مسج فورمات. جود، اجين الريسورسز يعني هاي الصوره جايه من الهواوي اوكي ويب سايت. اوكي، والسلايدات اللي ذات فولو اجين جايكم الانفورميشن من this. again this is طلع TCP IP guide. باخذ كل TCP IP stack وبحكي عن كل protocols من ناحية message formats والprotocols themselves. okay تمام. خلينا نحكي عن حكينا في عندي إشي called message. okay، إشي called PDU. خلينا نحكي نشوفهم. okay، وأفضل إشي نشوفهم in picture like this. هلا الـ SNMP حكينا it is wrapped UDP. okay، فأصلاً point في عندي هون UDP header. أكيد لما تنبعث المسج بده يعملها يصير عليها appending. okay، بالـ IP header بعدين بالـ MAC header. okay، هذول لأي إشي. okay، بالـ MAC header. okay، هلا هذول
We are not studying this now. Okay, تمام. هلا هون اللي هي بتكون ال SNMP message. طلعوا. This is the SNMP message. واللي هي two parts رح نحكي عنهم. فجأة هون طبعا هون لازم يكون برضو الماك الماك header. Okay. This is the SNMP message. Okay. في version. Version 1, version 2C غيرها, version 3. The community name شفنا at least بالwireshark كان هذول يمر علينا الفيلدز. اوكي نشوف الفيرجن, شوف الكوميونتي نيم السترينج تاعها بابليك وبرايفت بالتو سي بين بعض ايش كلير تكست. اوكي كنا نشوفهم هذول. هلا افتر الفيرجن الكوميونتي نيم ذيس از وات وي كول الاس ان ام بي بي دي يو بروتوكول ايش داتا يونت بروتوكول داتا يونت. ف بعض الكوميونتي نيم اللي هي بنسميها الـ SNMP PDU. فالـ SNMP PDU عبارة عن الـ SNMP message minus الـ version والـ community name. تمام؟ أوكي. برضو هاي بنعرف شو الفيلز اللي فيها مروا معنا لأنه حكينا عن الـ Wireshark كثير, يعني ما كانش تمر محاضرة إلا نحكي عن نشوف الـ Wireshark ونشوف الـ different fields. هلا في عندي هون three different PDUs مختلفين types actually. هلا ال get وال get next وال set وال trap وال inform ببلش بال PDU type. ال PDU type يعني يحكي شو هي ال PDU, هل هي get ولا get next ولا set ولا trap ولا inform. بعدين ال request ID, بعدين كان هون يكون عندي دايمًا zero, دايمًا zero اللي هم بالfields ال error status وال error index. بعدين هون الـ var binds. أوكي. وفي عندي بعدين الـ list of var binds. هلأ بالـ get bulk PDU حكينا إنه أكيد هون بدها تكون الـ type للـ get bulk PDU. بعدين request ID, هاي اللي حكى عنها محمود زميلكم محمود المزاري إنه هاي مكان الـ non-repeaters بصير مكان الـ إيش الـ error status والـ maximum repeaters repetitions. الـ non-repeaters مكان الـ error status والماكسيموم ريبيتيشنز مكان الايرور اندكس. وبعدين في عندي الفار باينز بالريسبونس بي دي يو. اوكي فبكون عندي هون التايب للريسبونس بي دي يو. في عندي الريكوست اي دي. اوكي هون بكون ايرور ستاتس ممكن يكون 0 وايرور اندكس ممكن يكون 00 اذا ما فيش عندي ايرور. واذا في عندي ايرور هون بكون حكينا انه this is the type of the error وهذا الindex للfirst var bind اللي it caused the error. بعدين عندي list of var binds. okay أما هون it is always zero فيهم هذول كلهم ال get next set trap and inform pdu. okay وهون بكون ما بكونوا zeros. okay فبكون هنا ال at least واحدة ما بتكونش zero لأنه إذا كان zero أكيد لازم ما يكونش عندي على الكوماند لاين ولا إذا أوكي ولا variable أو مش رح يصير resolving. again هون بكون at least واحدة مش zero at least. أوكي وهاي again بترجع ممكن يكونوا zero but ممكن يكونوا مش zero. تمام just الإشي اللي بدنا نعرفه من هون again ومروا هذول كلهم معنا مروا معنا. We talked about them briefly. Okay. هون take away message from this slide. إنه في عندنا SNMP message وفي عندنا SNMP PDU. Okay. The different fields. وليش منميز between the get next set trap inform مع بعض عن the get bulk. Okay. وعن the response. Okay. These are just take away messages from this slide or from this picture at least. Okay. Before proceeding on, do you have any questions? Questions? Good. Let's move on. خلينا نبلش فيهم. فأجين رح ندرسهم one by one. الفيلدز هذول.
أول إشي بكون عندي الـ Virgin، هاي عبارة عن التايب تاعها بتكون integer، بتخزن integer. السايز بكون 4 bytes للانتجر اللي هو الـ Virgin number. هلأ إحنا بنحكي عن SNMP Virgin 2C، هاي بكون خزن بالفيل تضاك واحد، أوكي، يعني بالهكساديسمال أو بالباينري 0004 bytes بكون just one، أوكي أوكي. فVirgin 1 مش هي 1، Virgin 1 بتكون 0. SNMP Virgin 1 بيكون هاي إيش الفيل تاب بيكون 0. 2C1 أوكي، في حكينا 2PTU فيل 3، الثري بتكون كأنها 3 أوكي، أعتقد مش 2 بس، تمام. بعدين الكوميونيتي بتبعها بالكوميونيتي string اللي هو عبارة عن التايب octet string، أوكي، just string bytes، أوكي، string of bytes. It's variable لأن ممكن تكون community public، ممكن يكون حرف ال A، ممكن يكون الاسم تاعك، أوكي، okay, whatever. This is the community string وحكينا عنه بداية أصلاً chapter 3، أوكي، okay, طول معنا chapter 3. قد ما عرفتش أقسمه، ما عرفتش وين at some point أقسمه. كان ممكن إنه نقسمه هنا بحيث إنه نسميه إلا chapter 4 أو إشي، بس كل اللي معنا couple of مش couple of، يعني نظل معنا ممكن 15 سلايد أو ماكسيمم أو 20 سلايد ماكسيمم، حبيتش أقسمهم على أسمي شابتر من عندي، أوكي؟ وبعدين في عندي الـ PDU كلها ما لهاش سينتاكس لأنها هي أصلاً فيها fields، different fields، variable مش ثابتة السايز تاعها، واللي هي الـ protocol data unit، the body، this is the body of the message، أوكي؟ تمام؟ Good. هلأ عارفين إنه we'll get into this the fields down the PDU. Okay. Questions. Questions. Good. Yes. Go ahead, Abdullah. بما إنه الفيل تبع الكوميونتي السايز تبع الفاريبل، ما المفروض يكون في فيل يحدد لي كم هو عشان أعرف متى ينتهي ومتى يبدأ الفيل اللي بعده. Thank you. That's an excellent observation. This is has nothing to do with SNMP in particular, in specific for all protocols in the world. دائماً الheaders are the protocols in different fields. يكون ثابت، شيء ثابت، one byte, two bytes, or four bits. زي ال IP. بروتوكول واحد من الفيلز أصفي بيكون عندي 1 بايت، بس ال 1 بايت مقسوم لقسمين للاي بي الفيرجن اللي هو هل هو 4 or 6، والباقي ال 4 بايت الثانيات اللي هو كأنه الهيدر لينكث، فال 4 بايت بيعطوني اب ل 16، بس هاي بنضرب دائما الرقم 5، أو بيكون ممكن 1 بايت، أو ممكن يكون 2 بايت، أو ممكن 4 بايت زي الاي بي ادرس، اوكي تمام. فبعرف انه الفيلد هاب لما اعمل له اجين، لما يصير كوميونيكيشن بين البارتيز، بعرف كيف لما توصلوا المسج يقسمها مشان يعمل ايش اندرستاند الديفرنت فيلدز. الاشياء اللي بتكون فيريبل دائما، الاشياء اللي بتكون فيريبل ايش، اذا في شيء فيلد فيريبل لازم يكون فيلد ثاني يحكي قديش السايز تاعه، تمام. فعبد الله بيحكي هون اتس فيريبل، ممكن 5 أحرف، ممكن 10 أحرف. طيب هل وصل من المانجر للأجنت أو من الأجنت للمانجر؟ هلا كيف بده يعرف إنه متى هذا بده ينتهي الفيلد ومتى بده ينتهي الفيلد اللي بعده؟ أوكي تمام. This is again، هلا again هاي طبعا بالبروتوكولز بشكل عام تنحل. This is not the only way. This is not the only way. إذا عندك فيلد وفاريبل ممكن لازم يكون فيلد ثاني يحكي لك قديش السايز تاعه، اوكي، متى بنتهي مشان يبلش الهات، او انه هون يكون في عندي ما يكون في سايز وانما يكون عندي سبيشال ديليميتر، سبيشال ديليميتر اعرف انه انتهى هون وراح يبلش شيء جديد، وسبيشال ديليميتر هذا لازم ما يكونش موجود بهذاك الفيلد، اوكي. These are two ways، اوكي،
these are two ways. At least these are these at least the two ways اللي بالبروتوكول ديزاين بكونوا موجودين. مثلا زي فكرة ال HTTP متى بنتهوا الهيدرز بالريكوست ومتى ببلش ال 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 yes الهيدر or something. ففي عندنا دائما بكون backslash n backslash n ورا بعض. هذول في بيجي بحكولي إنه انتهى الهيدر مثلا هلا بلش request or entire request or something like this. هذول بيكون special character وهذول لازم يتكرر ما يكونوش أصلا موجودين. تمام good. فأجين هاي كيف بنحل protocols. هلا هون كيف بصير we'll get into that عبدالله it is okay. راح نشوف كيف عملية أصلا encoding بصير إن هون okay. ومش بس هاي الvar binds list نفس الاشي انه وين قديش عدد الفارباين كل الفارباين وين بنتهي واحد وين ببلش الثاني رح نيجي نحكي عن لما نيجي نحكي ان شاء الله we'll get into that when we are talking about the encoding for sure we'll answer your question after. تمام واضح guys back different other guys or girls انه شو سؤال عبد الله وشو الجواب تاعه yeah good. اوكي خلينا نحكي هلا عن ال PDU هاي نقعد نفصل فيها اوكي other questions before getting into the PDU good. هلا ال PDU طبعا دائما رجعوا تذكروا الصوره هاي اللي عندنا اوكي عندي التايب اول شيء بعدين الريكوست اي دي بعدين عندي الايرور ستاتس اور النون ريبيترز ايرور اندكس بعدين الفار باينز. تمام اول شيء ببلش بالبي بي دي يو تايب ذس از انتجر فور بايتس يكون هلا هون البي دي يو فاجين في عندي ديفرنت بي دي يوز شو هم الديفرنت بي دي يوز ممكن البي دي يو تكون جيت نيكست سيت تراب انفورم جيت بالك ريسبونس اجين المانجر والايجنت بده يعرفوا ال اجين انا مانجر اجتني باكيت بدي اعرف هل هي تراب ولا هي انفورم ولا هي ريسبونس فاجين لازم يكون المسج اوكي تايب اوكي مش المسج وانما البي دي يو تايب اوكي نفس الشيء الايجنت كيف بيميز بين الجيت والجيت نيكست والجيت بالك اجين كل بي دي يو لها سبيشال ايش تايب لها اوكي وهلا هاي جيم رح نيجي ندرسهم after the next slide. بعدين حكينا في عندي الريكوست اي دي عباره عن انتجر اوكي 4 بايت this is number used to match a request مع الريبلايز ف مثلا المانجر مش شرط المانجر يبعث لانه ممكن الايجنت يبعث من عنده زي فكره التراب ف وان انتيتي تبعث لانتيتي ثانيه فبكون فيها الريكوست اي دي هلا لما هاي اذا بتترد اذا الانتيتي هاي انتيتي 1 هاي انتيتي 2 بغض النظر شو هي اذا الانتيتي الثاني بتترد على الانتيتي الاولى على الريكوست هاب بالريسبونس فبتعمل شو كوبي اور بتعمل ايكو باك للريكوست اي دي اللي وصلها بتحطه هون مشان تعرف انه يعمل ايش ذيس ار البير اوكي اللي اجوا This is the request. هذا the response تاعه. زي فكرة بالDHCP أكيد درستوا DHCP بالprotocols أو بالمختبر النتوركس. في عندي اللي هو the transaction ID. Okay. ليش؟ لأنه أي إشي بيشتغل over the UDP we need this kind of thing. على عكس TCP. Okay. TCP مش بحاجة إشي زي هيك. لأنه the connection itself. والconnection itself بيجي بحكي لي which goes to which okay again بالعادة هاي بحتاجها وين بال UDP I need it بال UDP okay a number used to match request with a reply at least the entity اللي بعثت بالبداية تمام ال error status عبارة عن integer 4 bytes حكينا عنه we discussed this before حكينا عن different error types number A response PDU will get كلهم كان هاي cleared للزيرو to tell the requesting SNMP entity the result of its request.
اوكي اذا انه كان زيرو معناته فيش عندي ايرور، اذا غير الزيرو بكون الايرور تايب، والايرور تايبس حكينا عنهم وي ديسكس ذيس بيفور. الايرور اندكس برضو انتجر 4 بايتس، اذا الايرور زيرو هاي لازم تكون زيرو، او اذا انه هاي زيرو هاي شيء غير زيرو ويل بي اجنورد. هلا اذا هاي شيء غير زيرو هاي بصير لها معنى، وبصير لها معنى اوكي when the error status is non zero this field contains the index of the object. الindex للvar byte اللي caused the error من بلش عند من الواحد. Again, we discussed this before. تمام؟ questions. هلا مكانهم بيكون بحالة ال get bulk، بيكون مكانهم من non repeaters integer 4 bytes. Non repeaters for the get bulk PDU we discussed this before. Well, maximum repetitions again integer 4 bytes we discussed this as before. The var binds it's variable again اكيد بيكون بحاجه للسايز تاعه. It's variable a set of OID value pairs. بالريكوست بيكون OID null وبالريسبونس ايش بيكون OID وsome value pairs. Okay. ممكن يكون أكثر. Well, this is list of var binds. Okay. تمام. Good. خلينا نيجي نحكي عن ال يا واحد عبد الله. هذا السايز 4 بايت ولا 4 بيت؟ No, this is بالبايتس. Yes. الانتجر 4 بايت. Yes. تمام. مش مكتوبة هون. Yeah. أعتقد إنه كتبتها هون بعدين هون عشان أوفر space at least in here. ف this is it's always in bytes. فشلتها just إنها مفهومة من السابق بس okay at least من هون، مع إنه هذا التابل بيختلف عن التابل الثاني بتخلص السايز يعني بالبايتس. تمام. هل ال PDU types again حكينا ال entity بتتعرف المسج اللي إجتها بالشو هي what kind of. فال get request again عبارة عن integers، هذول integers اللي بدهم يتخزنوا okay. فبكون عبارة عن إيش بكون للget request 0، الget next request بتكون 1، الresponse بتكون 2، set request بتكون 3 okay. هلا 4 obsolete يعني هاي لا تستخدم at least لا تستخدم version 2. هاي كانت ال SNMP version 1 traps. This is كانت ايش لل SNMP version 1 traps. بالتالي version 2 مستحيل تشوف الرقم 4. اوكي هلا وين ال SNMP version 2 trap صارت 7، الانفورم ريكوست 6، الجت بالك ريكوست 5. اجين من هون وتحت كل شيء هذا version 2 version 3. تمام كت version 2 plus هذول الاشياء طبعا ما عدا الاربعه اللي هي obsolete. تمام واضح الامور اوكي. خلينا نحكي عن الايش الانكودينج rules اوكي. تمام دكتور يب بس ممكن تبعت لنا السلايد؟ يس اوكي شور يا أكدوا أنه we got the latest version here. تمام نحكي عن basic encoding rules okay. شو نقصد بالbasic بالencoding rules okay. This is it's basic encoding rules. The encoding rules used to encode again اللي حكينا الobjects بالSNMP they are described بالSMI
اللي هي subset من الـ ASN that one notation. Okay. SN one that الـ SN that one. Okay. Again, وهاي الـ basic encoding rules مش إشي خاص بالـ SNMP وإنما هاي الـ basic encoding rules it is بالبروتوكول اللي هو or language اللي هي الـ ASN that one. Okay. وعشان الـ SNMP عمل إيش adaptation إلها فبستخدم ال encoding rules okay تاعتها again by the way ASN dot one في إلها أكثر من encoding way واحد من ال encoding اللي هي base ال BER okay وال SNMP it adopted ال BER okay شو بنقصد فيه شو بنقصد يعني بال encoding rules هلا at some point لما ال manager يبعث للأجنت مسج أوكي شفتوا إنه في عندي مرات في الكوميونتي وفي ال 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 اللي هو الفيرجن أو whatever but at some point we get to all the OID كيف هذا بكون جوا المسج الأجنت لما يرد على المانجر بكون OID وvalue أوكي كيف ال OID بتخزن within the packet كيف الفاليو بتتخزن within the packet this is what we call بالإنكودينج okay this is what we mean by encoding ومن ذكري لما كنت حكيت أكثر من مرة لما نروح على الواير شارك ونشوف الأشياء إنه خصوصا لما يكون عندي string بكون كيف إيش list of hexadecimal digits okay كنت أحكي لكم دائما we'll get into that كيف بصير عملية الإنكودينج هلا this is what we are studying now okay كيف okay هلا عندي value من جهة المانجر بتروح للأجنت أو من الأجنت للمانجر عندي values كيف بحطهم جوا الباكت okay هاي فكرة إيش اللي what I mean by encoding How I encode the SNMP messages to contain the values. Okay, the SNMP message is encoded in the BER, basic encoding rule, using three components. Component الأولى, type, length, كل value, كل إشي جوا the SNMP message رح نشوف إنه إله رح يكون له. Type, length, value. هاي اللي بنسميها TLV type length value تمام what do we mean by this okay we'll get into this the type specifies the data type هلا again في عندي data بدي احطها بباكيت بدي احطها بالجوال الباكيت تاعي هاي piece of data لها type Will he specifies the data type of the field or data? Okay, again. وهاب, again, إلو, one byte. مش هذا ال one byte مشان يحكي لي شو type للداتا. فالداتا بدي أحط ال value تاعيتها. ما بحطها بس هي. فال value تاعيتها بدها تنحط. مش بس هي. ال length The piece of data, اللي هي the actual data اللي بدي أحطها ما بحطها هيك as is لازم أحطها okay وأحط قبلها length وأحط قبلها إيش لسه type اللي هي هاي T L V فما بحط الداتا as is وإنما لازم أحط قبلها length تاعها بالبايتس وأحط type للداتا هذيك هلا هذا الفيلد فأجيب هذا عبارة عن فيلد وهذا فيلد جديد وهذا الفيلد هلا هذا الفيلد عبارة عن 1 بايت 1 بايت اوكي تايب سبيسيفايز ذا داتا تايب اوف ايش الداتا اللي بدي اعملها انكودينج يوزنج سنجل بايت تمام اللينث سبيسيفايز قديش اللينث of the following section value section اللي هي الداتا هاي اللي بدها تنحط اوكي قديش اللينث تاعها من هون لهون قديش اعد بايتها طبعا بدي اعد بايتها قديش بعد بايتات اوكي فهون بكون اللينث
اللينكث قديش كم بايت. طبعا هو الفاليو تاعته عدد البايتات للديتا او للفاليو. هو كم بايت بكون هو كفيل كم بايت؟ تتخيلوا كم بايت هو يكون كم بايت؟ 1 بايت is enough. Guys, are you with me? لا ممكن لازم ال 1 بايت ما رح يكون enough لأنه أكبر رقم بيكون فيه 255 لأننا بنعتبره أكبر يعني yes unsigned number. Okay تمام. ف 1 بايت 2 بايتس مش enough. ف this is variable. Okay إذا نحط variable هلا بصير عندي مشكلة إنه لازم يكون له فيلد قبله يحكي لي قديش السايز. مش راح ننتهي لأنه الفيلد اللي قبله مش عارف يحكي لي قديش هو السايز. 1 بايت ما بكفيه, 2 بايتس ما بكفيهوش, ما بديش أعمل كونسترين. كيف حلوا هاي المشكلة؟ أجين هون نقع مشكلة إيش again chicken paradox. أوكي تمام. كيف حلوها؟ length specifies the length in bytes in bytes بعد عدد البايتس of the following section. Okay طبعا رح نيجي نحكي كيف حلت هاي المشكلة. الفاليو is the actual data communicated, actual data اللي بدها تنحط بالباكت. إذا إنه مثلا عندي الفاريبل إلو نمبر, شو الفاليو تاعت النمبر هذيك؟ هل هو 7؟ هل هو up الانترفيس up or down؟ 7 الانترفيس ID. هل هو string system description؟ هل هو OID؟ تمام etc. اوكي بغض النظر بس له value. ال OID is a type تاعه بس ال value تاعه يكون 1361 so. This is the value تاعته. هون ال value تاعته احكي this is Linux machine whatever. This is the value اللي هي actual data اللي بتتنحط جوا الباكت تاعتي. اوكي خلينا نيجي هلا واحد واحد. التايب فاجين الديفرنت داتا الهم ديفرنت تايبس. خلينا نيجي نحكي عن الديفرنت تايبس. جاهد عبد الله. هذا الانكودنج بيصير لكل فيلد في المسج ولا بس الفيلد السايز تاعه الفاريبل؟ كل الفيلدز بالمسج مش حتى بالبي دي يو. يس بالمسج. يس تمام good thank you. okay فالتايبس هلا بدنا نشوف الديفرنت تايبس. again الداتا هاي itself شو التايبس تاعونها وكيف. okay شوف فاجين اذا عندي انتجر, اذا عندي again طلع في عندي تي ال في, اذا الفاليو هون بدي اخزن انتجر, هاي التايب شو بدي احط هون؟ بدي يكون انتجر. فبحط هون it's 1 byte, بحط 0 to hexadecimal. This is hexadecimal. This is 1 byte. 4 bit, 4 bit. Hexadecimal digit. إذا إنه هذا string طيب, شو بالتايب بحط 04. هلا في 03, في 03. Yeah. شو هي؟ بعرفش والله. Again, by the way, هلا هذول إحنا هون حاطين الأشياء اللي خاصة بال SNMP. But الأشياء هون يعني هون 03 ممكن إشي مش موجود بالSNMP وإنما موجود بالGeneral ASN.1. فهون حاط الأشياء اللي بتهمنا. إذا إنه في عندي null, وين هاي كنا نستخدمها؟ إنه الـ OID يساوي null. فالنل عبارة عن type. إذا null فالtype تاعه بكون 05. إذا إنه الـ value هون اللي بدي هون عبارة عن OID فبحط type عبارة عن 06. إذا هون sequence of things ورح نيجي نشوف وين استخدامها بحط هون 03 بالtype. هلا ال get request PDU وال get response طبعا هون في عندنا ال get bulk, في عندنا هاي ال response request response و get next, في عندنا ال trap. ليش ما حطيتهم مش هذول؟ لأنه easy to get them from the Wireshark. or كيف منجيبهم هذول؟ طلعوا guys.
الريكوست عبارة عن زيرو، بس ما بحط الزيرو as زيرو، بحطه a زيرو. فالون اوكي تمام. ال get next pd وراح اشوف again شو العلاقة بينهم. this is the one، فباجي بحط بتكون عبارة عن ال a1 طلعوا اللي هي ال get حكينا شو هي ال1. ال get next، فال get next هون عبارة عن 0x a1 تمام. ال response عبارة عن 2 هي 2 a2. شوف again هذول وين استخدامهم. اوكي set request عبارة عن 3، طبعا هون set request عبارة عن 3 فبتكون A3. هاي obsolete. get bulk تكون A5. trap تكون A. seven وهكذا A7. والinform تكون A6 الهكساديسمال. Okay, just the table. You make sure to refer to them. I will refer to them. هلا لما صير نأخذ example, I will refer to them. وأنت you will refer إيش to them إن شاء الله. Okay, again. وين هلا بصيروا إيش بصيروا مفهومين or واضحين. Okay, بال example. But let's put in our mind that no everything will be encoded in this way. تمام. Questions. هاي حكينا عن التايب لديفرنت values. التايب لديفرنت values. هاي التايب لديفرنت values. خلينا نحكي عن اللينكث ونشوف المشكلة اللي حكينا عنها قبل شوية. اللينكث it specifies the length of the value t l v. الهدف تاعي هون I need to store data information تاعي تي هون. I need this. يحكي لي شو التايب شو اللينك. هلا ها الهدف تاعي يحكي لي هاي كم بايت it span. فإذا كان هون خمسة I know هون في عندي خمسة بايتس وهكذا. Length specifies the length of the value field. The value field in the number of octets or here bytes. تمام. Okay. Length is defined a series of octets. هاي خلاص أكيد هاي series of octets bytes. متفقين عليها. قديش هم بده يكون عددهم هون. هلا اللينث اكتشفنا انه مش 1 بايت وهي جوابته اللي لاس. اوكي مش 1 بايت وانما هاي سيريز اوف بايتس مشان يعطيني قديش اللينث هون. بالتالي راح تخلص السيشن. يا اوكي ثانك يو. ليت مي ستوب ان هير. اوكي Let me stop it here. Close this session and open a new session. Okay, thank you.